السلام عليكم. مباراة الأهلي المصري وفلامينجو البرازيلي في تحديد المركزين الثالث والرابع. الرابع اللايك والاشتراك في القناة يصلكم منا كل جديد. يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة جديدة كأس العالم للأندية الليلة حينما يواجه فلامينجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية بثلاثة أهداف نظيفة، ثم الفوز على ستايل أمريكي بهدف دون رد قبل الخسارة من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف. ويستعد الأهلي لمواجهة فلامينجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية ومحدد لها اليوم. ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 2013 2020 و2021. وكانت أفضل نتائج الأهلي في مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات أعوام 2006 في اليابان و2020 في قطر و2021 في الإمارات. نتمنى التوفيق للنادي الأهلي المصري اليوم في مباراته أمام فلامينجو البرازيلي. ولا تنسوا الاشتراك واللايك والشير للفيديو دعما منكم للقناة، وليستمر معكم البث بدون تقطيع.